السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة بإذن الله هناخد lesson 1 في concept ايه؟ concept 1 2 اللي هو يعتبر concept 2، تمام؟ طيب تعالوا مع بعض. احنا طبعا دي بداية الدرس، بس تعالى نشوف مع بعض كده، نقفل الحاجات دي خالص 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 خالص, خالص كده. تعالى نشوف مع بعض. اول حاجة انا عندي ايه؟ عندي حاجة اسمها حواس. عندي حاجة اسمها ايه؟ حواس. يعني ايه حواس يا دكتور؟ هو انا اسمي دكتورة رانيا، تمام؟ انا بديكوا الساينس ايه في التشانل دي، اوكي؟ طيب تمام. عندي ايه؟ عندي خمس حواس. يعني ايه حواس؟ بتحس بايه؟ يعني ايه احس؟ سنسس، فايف سنسس. عندي خمس حواس. خمس ايه؟ حواس، فايف سنسس، فايف ايه؟ سنسس. طيب تعال نشوف. انت بعدك بتعمل، بص كده على وشك مثلا، هيلاقي وش موجود فيه ايه؟ هيلاقي وش موجود فيه بق، صح؟ طب البق ده بايه بعمل ايه؟ ايه بق اعمل كده؟ بق ايه؟ اتذوق، صح؟ يعني ايه اتذوق؟ تيست. يعني ايه اتذوق؟ يا يا تذوق، يتذوق يعني ايه؟ تيست. طيب تعال نشوف كده، عايز المس. موبايل تاتش، صح؟ يبقى تاتش يعني يلمس، يبقى تيست تاتش. يبقى اول حاسة عندي تيست، تاني حاجة عندي تاتش، بدق بايه وبلمس. طب تاني حاجة سايت. سايت هي حاسة الايه؟ البصر. يبقى we use eye، بنستخدم العين، to ايه؟ to see. يبقى عشان اشوف، see يعني اشوف، بصر بقى يعني ايه؟ سايت. يعني ايه الفرق بك؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي في ناس عندها eye بس ما بتشوفش، صح؟ ما عندهمش سايت، ما عندهمش بصر، صح؟ طيب يبقى لازم ايه؟ السايت اللي هي البصر. يبقى اسم الحاسة نفسها الايه؟ سايت، خلاص. طيب عندي اي عشان اقدر اسايت، سي اقدر اشوف عن طريق السايت، عن طريق البصر. طيب عندي سميل، اشم. يعني ايه اشم؟ سميل يعني ايه اشم؟ سميل. يبقى كده تيست تاتش سايت سميل، تيست تاتش سايت سميل. طب اجي اسمع، صح؟ اير يعني ودان، صح؟ طب نحط لها اتش تبقى هير. يبقى هير يعني يسمع، حاسه السمع، تمام؟ يبقى المفروض هيرينج، تمام؟ هيرينج يبقى ايه؟ هيرينج. طب سمع، خلاص. يبقى تيست تاتش سايت سميل هيرينج، تمام؟ يبقى تي تي اس اس اتش، تيست تاتش سايت سميل هيرينج، تمام؟ تمام، فهمنا الحته دي؟ فين؟ تعالوا نبدا في الدرس، تمام؟ طيب بيقول لك ايه؟ Can you notice، تقدر تلاحظ، how the above living organism، ازاي ال living organism دول receive information، بيستقبلوا المعلومات من ال من surrounding environment اللي حواليهم، من ال ايه؟ من الحاجات اللي هو البيئة اللي حواليهم، وبيدوا رد فعل ازاي؟ يعني من الاخر البومة شايفة ازاي؟ طيب والدوج بيسمع ازاي وكده؟ تعال نشوف مع بعض. يقول لك اول حاجه ان الهيومن، الانسان عنده ودان، هاف اير. الاير دي which are organs، الايرز دي اعضاء، اعضاء ايه؟ اوف هيرنج، للسمع، تو ليسن ميوزك. هيرنج الحاسه اهي، يبقى عندي اير عشان الهيرنج، يبقى الحاسه اسمها ايه؟ هيرنج. طب عندي ودان ليه؟ تو ليسن ميوزك. يبقى لو جاب لك جيف ريزون ويقول لك ليه عندنا ايرز، تمام؟ تقول لي ايه؟ تقول listen music، خلاص. ماشي، تو يعني علشان، listen يعني يسمع، music يعني ايه؟ اغاني. طيب بعد كده تعالى نتكلم على ال owls. يعني ايه owls؟ ثانية، البومة. يعني ايه ال owls؟ الايه owls؟ اللي هي البومة اهي. طب مالك يا بومة؟ تقول لك بص، ده انا عندي سنس، عندي الحواس بتاعتي اكسترا اوردينري. يعني ايه اكسترا اوردينري؟ يعني استثنائيه، دي بص فوق الطبيعي. من ناحيه ايه يا بومه؟ هتقول لك من ناحيه السنس اوف هيرنج، حاسه السمع وحاسه البصر، الهيرنج والسايت، الهيرنج والايه والسايت. ليه؟ طب انت عندك السمع جامد قوي وبتشوفي كويس قوي، ليه؟ علشان انا بصطاد بالليل، فاقدر ان انا اشوف الفريسه بتاعتي امتى؟ بالليل، تمام؟ اقدر اشوف الفريسه بتاعتي امتى؟ بالليل، تمام؟ تمام. طيب يبقى to be able يعني عشان تكون قادرة، to عشان be able يعني تكون قادرة، تكون قادرة تعمل ايه؟ to find
ايه زربري ان هي تلاقي الفريسه بتاعتها ان ذا دارك، ذا دارك يعني في الضلمه، يبقى تلاقي الفريسه بتاعتها فين؟ في الضلمه. يبقى الاولز عندها اكسترا اوردينري سنس اوف هيرنج، نشوف ودنها وايه هيرنج وسايت، هيرنج وايه وسايت، خلاص عشان ايه؟ عشان تلاقي الفريسه في الضلمه. طيب تالت حاجه صوره عندنا، صوره عندنا مين؟ الدوج عنده ايه؟ فيري شارب سنسز، عنده الحواس بتاعته حاده جدا جامده جدا من ناحيه ايه؟ هيرنج. برضو ودنك اه شايف ودني عامله ازاي يا عم، وسميل اشم، اشم ليه ده يا عم؟ ده انا بستخدم في الحراسه، مش ده كلب حراسه؟ اه يبقى which are used اللي بيستخدم in guarding في الايه؟ في الحراسه. يبقى اللي بيستخدم الهيرنج والسميل السمع والشم، مش كان بيشم مخدرات صح؟ زي بص الفيديو ده كده اهو اهو، بص بيشوف بقى الحرامي مين ده، ده ريحه رجلي غريبه، ايه الريحه المعفنه دي صح؟ تمام. طيب يبقى بيستخدم الهيرنج والسميل عشان الجوردنج، عشان بعد كده هيقول لك في حاستين تانيين لحاجه تانيه. يبقى هيرنج وسميل للجوردنج، والهيرنج والسايت للمين؟ للاولز هنا عشان تستخدم الفايند بري. طيب تالت حاجه، رابع حاجه قصدي، عندنا حاجه اسمها ايه؟ الايجيبشن منجوز. ايه الايجيبشن منجوز ده؟ اسمه النمس المصري. مالك يا نمس المصري؟ يقول لك والله ده انا بعمل اصوات عشان اتواصل مع ايه؟ مع صحابي التانيين، عشان ايه؟ اقول لهم يلا نمشي من هنا او يلا ندور على اكل، يلا نمشي من هنا او يلا ندور ايه على اكل. يبقى بيعملوا ايه؟ ميك ساوند، بيعملوا صوت. To communicate يعني to communicate، احفظها، to communicate with each other او each other يعني، يعني ايه to communicate؟ عشان او علشان ايه؟ يتواصل، عشان ايه؟ يتواصل، يتواصل ايه؟ مع other mongoose، with يعني مع، ها؟ with يعني مع، مع other mongoose. ليه؟ طب بيتواصلوا مع بعض ليه؟ اول حاجه عشان يقول لك give reason، يبقى يقول لك ليه بيتواصلوا؟ to move from one place to another، عشان يمشوا من المكان لمكان تاني. move يعني يتحرك او يمشي، from يعني من، one place مكان to another الى واحد تاني، or or يعني او. when searching for food لما يدوروا على ايه؟ على الاكل. خلاص ماشي. طيب من اللي فات ده لقينا ايه؟ ان الانيمالز الحيوانات هاف سنسز، عندها حواس زي الهيومن صح كده؟ اه. ذات انيبل ذم، يعني انيبل ذم تسمح لهم، تسمح لهم زي كلمه ايه؟ الاو، الاو ذم يعني انيبل زي كلمه الاو، اكتبها عندك. to communicate with each other بتسمح لهم ان هم يتواصلوا مع بعض، ان to communicate with دي تحفظها مع بعض، اه to communicate with each other يتواصلوا مع بعض، and adapt to their environment وايه؟ وان هم يتكيفوا مع الايه؟ مع البيئه اللي حواليها. تمام؟ هندرس بقى الحاجات اللي جايه دي، هنشوفها بالتفصيل. طيب هنا بيقول لي دولفين سوبر سنسس، ازاي الجزء ده بيتكلم على الدولفين ايه؟ سوبر سنسس يعني الحواس الجامده بتاعت الدولفين. طب تعالى نشوف مع بعض حته حته في الكتاب يا معلم، انا معاك للاخر. طيب لوك ات ذا فولوينج جراف، بص على الجراف ده وحطه صح وغلط. بيقول لي تعالى نبص كده على الجراف ده، سترينث اوف هيرنج يعني قوه السمع بتاعت مين بقى؟ الهيومن ماشي، الدوج ماشي، الدولفين. يعني قوة السمع بتاع الدولفين عالية قوي صح؟ يبقى كده مختلفين عن بعض. اه طب تعالى نشوف السؤال بيقول ايه؟ living organism in the graph، الكائن الحي في الجراف ده، الكائنات الحية have عندهم similar نفس الهيرنج سنس، نفس الـ نفس الحواس بتاعتهم to get information from the environment عشان ياخدوا المعلومات من الانفايرمنت؟ لا طبعا، ده 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 بص الفرق عامل ازاي؟ طيب معاك الدولفين عالي قوي، طب الدولفين بيستخدم السمع الجامد ده ليه؟ عشان ايه؟ علشان finding food، finding food يعني يدور على الاكل، و protect themselves under water، احفظ ده عشان تجيلك give reason، اكتب جنبها كده give خد دول كده تمام، واكتب جنبها give reason، يبقى ايه give reason. تمام. طيب يبقى هو بيستخدمها في ايه؟ بيستخدم السوبر سنسس في ايه؟ finding food يعني يدور على الاكل، و protect themselves under water ويحمي نفسهم ايه؟ في الميه. طيب
the most sharp sense، اقوى سنس.